البدون هم جزء لا يتجزأ من الكويتيين شاركوا في الحروب، قدموا الشهداء، قدموا كل ما لديهم في سبيل رفعة الوطن. المجلس الحالي اعتقادنا لم يقدم شيء بتاتا، بل أرسى إلى مبادئ جديدة أخرى بعيدة كل البعد عن دور الرقابي والتشريعي. السنوات الماضية اللي مرت فيها الكويت من تضارب في المصالح، من حراك، من إلى آخره، في صراع على السلطة.